انا دلوقتي هطلع لك بقدرة قادر نفس لون العسل الطبيعي، يعني تقريبا نفس شكل العسل. مفيش فرق. اخطر سر موجود لغش العسل من بعض التجار الغشاشين، بقول تاني بعض التجار الغشاشين في مرحلة غش العسل، الكلام اللي هقوله ده محدش على مستوى الوطن العربي قاله بالكامل، وعايزك تشد الحزام وتسمع، تجيب لك كوباية قهوة وتسمع الثلاث دقايق الجايين، لأن هيبقى فيهم ضرب نار للناس كلها. الفيديو ده من الآخر هيكشف لك إزاي بيتم تصنيع عسل مخلق بالبني آدمين لا يمت للطبيعي بصلة، بتكلفة أقل من 10% من تكلفة العسل الطبيعي. تعال أوريك اللي عمرك ما هتشوفه. جماعة الخير، الفيديو ده للتوعية فقط، وأنا أبرئ ذمتي أمام الله إن أي حد هيجرب العسل ده، أنا بعلمكم الكلام ده وبوريكم الكلام ده عشان تبقوا فاهمين إيه اللي بيحصل في مجال العسل على مستوى الوطن العربي من بعض مش كل الناس تجار العسل. بص كده معايا، هنقول بسم الله. إيه ده بقى؟ تعال أوريك إيه ده. عايزك تركز في كل حركة هعملها في الفيديو ده، من ناحية لزوجة العسل، ريحة العسل، القوام بتاعه. بص شايف؟ أي حد هيشوف ده هيقول إن ده عسل طبيعي. طب ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن مادة غذائية، أنا مش هقول اسمها عشان بعض الناس ما تعملش التجربة دي وتغش الناس، بس دي مادة غذائية بتتاكل ليها نفس قوام تقريبا لزوجة العسل الطبيعي. زي ما احنا شايفين هو تقيل، انا دلوقتي هطلع لك بقدرة قادر نفس لون العسل الطبيعي. بص كده ركز معايا وانا بفضي البرطمان، نقول بسم الله. المادة دي يا جماعة بتستخدم في الاكل عادي خالص، زي ما انتوا شايفين كثافتها بتنزل انابيب نفس العسل الطبيعي بالظبط. كل اللي ناقص لها شوية حاجات هنضيفهم دلوقتي على الخلطة دي، وهيطلع لك احلى عسل ممكن تشوفه من ناحية الطعم ومن ناحية الريحة ومن ناحية اللزوجة. ادي العسل لونه شفاف، عامل زي لون الجل بالظبط. العسل ده دلوقتي محتاج بس لون ونكهة العسل. دي علبة الوان فيها كل الالوان اللي ممكن تتخيلها. عايز تعمل عسل احمر، عايز تعمل عسل اصفر، عايز تعمل عسل برتقاني، عايز تعمل عسل ازرق، كل ده هتعمله بنقطة واحدة بس. انتم متخيلين احنا وصلنا لغاية فين؟ تعالى وليكن مثلا فرضا جدلا هنختار اللون الاصفر، وهنضيفه او هنضيف شوية منه مش كله، لان النقط دي بتبقى عاملة زي دروبس. طبعا الحاجة دي لما بتيجي تضيفها المفروض ان هي بيتم اضافتها بمقادير معينة. وليكن مثلا انا حطيت نقطة 2 3 4، 4 نقط بالظبط. هخلط كده، اقول بسم الله. حد شايف حاجة؟ شايفين اللون بقى عامل ازاي يا جماعة؟ ولسه مع الخلط كل القوام هيبقى متجانس، كل اللون هيبقى نفس الشكل، نفس خواص العسل. العسل اللي زوجته تقيلة بينزل على بعضه في شكل اسطواني، شكل العسل الطبيعي بالظبط، بس الفرق ان هو فيه بعض الفقاعات دي كلها شكل هواء. لما تسيبها فترة الهواء ده هيطلع واحدة واحدة على السطح، يبان لك شكل العسل بس. تمام؟ انا ممكن اجود في الموضوع، ممكن اجود في الموضوع ازاي؟ انا دلوقتي عملت عسل لونه اصفر، واقدر اقول لك ان العسل ده النحل بيتغذى على الاكاسيا وبيجي من زهور الاكاسيا، بس ناقص له النكهه بتاعته بثلاث ابيض من اي عطار، نكهه العسل هحطها وهيطلع عسل اكاسيا بعد ما اسيبه شويه يطلع الفقاعات دي. طبعا اللون بدا يحمر معاك، والموضوع بيبقى ترتيب الوان اكتر، انت بتشوف شكل الالوان اكتر. شايف؟ انا كده عملت بكل بساطة عسل لونه محمر شوية، لونه برتقاني. لو عايز اغمق اللون هضيف لون زيادة، لو عايز اغير اللون خالص اخليه شبه السدر هحط بس نكهة سدر وطعم سدر، واتقل اللون شوية هيطلع لي نفس السدر بالظبط. دلوقتي يا جماعة انا تقريبا بدأت اظبط حتة الالوان شوية، اللون عندي بدأ يبقى قريب من لون السدر، محتاج بس شوية تقليب تانيين والعسل هيطلع بالظبط نفسه نفس السدر. بالعكس يكاد يكون القوام بتاعه كمان أحسن، محتاج بس كل اللي محتاجه شوية طعم.
او نكهه، لان الماده الغذائيه اللي انا حطيتها دي هي ملهاش طعم، فيها طعم سكر خفيف جدا في اخر الافتر تيست بتاعه. فانا بعد ما حطيت شويه الوان على بعض وصلت لتقريبا يعني تقريبا نفس شكل العسل. بس طبعا الناس اللي بتغش بتعمل ايه، بيبقوا عارفين المقادير لكل ربع كيلو او لكل نص كيلو او لكل كيلو بيحط كام نقطه بالظبط، ويبدا يطبق ده على الكميات الكبيره، كل ده عشان يوصل لمرحله ودرجه من الطعم واللون تبقى شبيهه بالطبيعي بالظبط. وحضرتك وانا واي حد يدعي ان هو عن طريق الطعم ممكن يوصل يعرف اذا كان العسل طبيعي ولا لا، اعرف ان الراجل ده بيضحك عليك. دلوقتي انا ما عنديش طعم او فليفر او ريحه معينه، فهعمل ايه؟ انا ده عسل طبيعي، هحط شويه صغيرين بحيث ان هو يديله نفس الطعم. بص 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 القوام، نفس القوام بالظبط، نفس القوام، فرق بسيط جدا في اللزوجه بتاعه العسل. حلو، انا حطيت كميه صغيره بس عشان تغير طعم السيرب اللي انا حطه يبقى شبيه شويه بالعسل، بحيث ان اللي يدوقه ما يقدرش يفرق ما بينه وما بين العسل الطبيعي. دلوقتي يا جماعه جت لحظه التجربه وكشف المستور، انا هاخد شويه من العسل الطبيعي عشان حتى اللي هيدوق ما يلاحظش فرق اللون قوي. طبعا هو في فرق في اللون بس اللزوجه تقريبا واحد، تمام، والطعم تقريبا مختلف. وهنختار اي واحد يجرب النوعين دول ويقول لي رايهم في ايه، في فرق في الطعم ولا لا. بس خلينا نشوف. يا عيد تعال عايز اوريك حاجه. بص يا اسطى عايزك تركز معايا، دوق العسل ده ودوق العسل ده، شوف في فرق ما بين الاثنين في الطعم ولا لا، في اللزوجه، في الحاجات بتاعه العسل. مفيش فرق. اللون ايه رايك فيه؟ ممكن بس ده اغمق شويه. حلو، ده اغمق شويه. اللزوجه واحده. اللزوجه واحده، حلو جدا. كطعم بقى كتيست في فرق حتى لو بسيط؟ لا لا. انا حطيت تقريبا ما يعادل معلقتين اكل على برطمان ربع كيلو عشان اطلع الخلطه دي. مش هقول اكتر من كده. اهم حاجه يا جماعه الفيديو ده للتوعيه فقط، مش عايز حد، اشهد الله ان انا بريء من اي حد ممكن يعمل التجربه دي ويغش بيها الناس. انا عملت الفيديو ده للتوعيه فقط. لو سمحت ما تشتريش عسل ب 100 جنيه او 150 جنيه، لان تكلفه الحاجات دي عليا تقريبا اقل من 10% من سعر العسل. لك ان تتخيل ان انا شاري كيلو من العسل اللي انا بقول لك عليه بتقريبا 24 درهم. 24 درهم وهو مش عسل اصلا، وبقى معاك كيلو عسل باللون اللي انت عايزه، بالطعم اللي انت عايزه، بالريحه اللي انت عايزها. ما تفرقش حاجه. خدوا بالكم لو سمحت من اي حد بتاخد منه العسل، لو ما شفتش تاثير من العسل على جسمك اعرف ان ده فيه مشكله. لو العسل مش مفحوص في معمل اعرف ان ده فيه مشكله. ما تنساش انا بعمل الفيديو ده ليكوا عشان تبقى فاهم. يومك جميل، سلام.